والله نتصل بصديق ونخلص من وسائل المساعدة. مرتاح مرتاح، مين بتحب تتصلوا؟ هذا أخي اسمه محمد وعايش في الولايات المتحدة. وعايش في الولايات المتحدة؟ إن شاء الله يقدر يساعدك. بس مش واثق فيه كمان. مش واثق. هو خريج هندسة مدنية ويشتغل هناك. له زمان بأمريكا؟ درس في الهند. هندي يعني. ألو مساء الخير. مساء الخير أخ محمد. ألو. شو صار يحكي أمريكي خيك هيك لسه عربي؟ هذا مش صوته هذا. أنا أتكلم مع الأمريكية. يمكن صوت مرة. ألو. ألو. هذا صوت زوجته. وينه خيك طيب؟ زوجته عم تقول أمريكية زوجته؟ هاي زوجته ما أظن.